السلام. مساء الخير. سنور. سلامات. وسلم. عسى ما تأخرنا عليك. لا. كيف حالك؟ طيبة. طيبة. أهلا وسهلا. بشرينا عنك. الحمد لله جاهز. عساك بخير. أي والله الحمد لله. خير من شفتك. الله يسلمك، أنت طيبة. أي والله الحمد لله. هذه الوالدة. طيبة. مساء الخير. كيف الحال؟ سلامتها إن شاء الله. طيبة إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا، الله يحييك. طيبة. أي والله الحمد لله. كم صار لك هنية؟ صار لي أسبوعين. وإن شاء الله نتائج طيبة. الحمد لله. تحسين إنك أحسن؟ الحمد لله. الحمد لله. كنت فيصل. تعرفك؟ هذا. تعال قرب. هذا. إيه. هذا اللي يريحني نفسياً قبل علاجي. يريحني نفسياً. ما شاء الله. يريحني نفسياً. ما شاء الله عليك. قبل علاجي. ما شاء الله. دكتور. إن شاء الله. هذا صار أبوي قبل ما يصير دكتوري. ما يريك إن شاء الله مكروه وإن شاء الله نشوفك طيبة وطالعة بالسلامة. أنا ما جيت إلا عشان رسالتك اللي أرسلتيها لي، فاكرتها؟ طلبتيني إني أجيك، أول مرة أسمع بك والله، ولما جت لي رسالتك جيت وجيت أطمن عليك أولا، وثانيا تحت أمرك فيما تريدين. بس علميني وش تبين. أبي طلب واحد بس. تفضلي. أبي وصيلة الاتصال بيني وبينك ما تقطع. إن شاء الله. يعني ما بنفصل وصيلة، إن شاء الله أتصل معك. أبد، هذا الدكتور فيصل يرتبها دائما إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك على القسم هذا لله الله تبارك. عساه إن شاء الله زين. الحمد لله. الله ينفع به. الله الحمد لله، بعد الله سبحانه وتعالى ينفعني ونفع غيري. الحمد لله. الحمد لله. تسمحين لي أحب راسك؟ أكيد. تعال. الله يحفظك. أنا أحب أهديك هدية، وش تعمل لي؟ ما قلت لك. وش تبين؟ ها؟ ما أبي. إيش تبغين يعني؟ إيش أنت محتاجة له؟ ما قلت لك. أنا برسل لك هدية. تقبلينها؟ ها؟ ممتاز. خلاص أنا بدبرها لك وأجيبها لك إن شاء الله. شكرا. هي امرت وانا نفذنا. الله يجزاك خير. هي امرت وانا نفذنا. انتم ولاد امرنا كلنا. تعليق وما تعليق وما شبه. كتبت هذه الرساله للامير فيصل بن بندر انه يزورني، واليوم الحمد لله زارني وشرفني وهداني سياره. مركز الامير فيصل بن بندر للاورام بمنطقه القصيم ببريده، أنشئ بفكرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر حفظه الله، وبدأت الفكرة في عام 1400